كابتن بس عشان طبعا دايما بتكون الافضليه للهواء زي ما حضراتكم شايفين طبعا. دي فيديوهات من المطار فور وصول بعثه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين استقبال حافل واستقبال كبير جدا لبعثه النادي الاهلي لاعبين زي ما حضراتكم شايفين كل واحد يعني على قد ما بيقدروا بيحاولوا طبعا يعملوا التباعد الاجتماعي ما بينهم او يعني كل واحد بيبعد عن الثاني حوالي متر وجمهور النادي الاهلي كابتن عادل جمهور عظيم في كل حته بتلاقيه بالذات في الخليج يا كابتن اسلام انت عارف انه العيد اللي عند جمهور النادي الاهلي في الخليج او في قطر في الوقت الحالي انت بتتكلم في جمهور بيبقى مشتاق جدا لاي حاجه من ريحه بلده ما بالك كمان ريحه بلده الجميله اللي هو النادي الاهلي. طب معلش بما انك بتتكلم على الجمهور الله الله بس خلينا نكمل اللقطه دي اسامير الكابتن خطيب طبعا وزي ما حضراتكم شايفين بيقول لهم في قلبي بيقول لهم في قلبي وشجعوا الفرقه كلها كالعاده الحقيقه كابتن خطيب يعني حاجه جميله جدا وحاجه رائعه وبيحسوا بقى كلاعب كره قدم واسطوره كبيره في كره القدم هو بيقول لهم شجعوا الفرقه كلها مش انا شجعوا الفرقه كلها والنادي الاهلي حاجه جميله جدا جدا. طب ما تخلينا نسمع الصوت كده سمير لو سمحت اعتقد الصوت ده برضه مهم Thank you.